نقرأ النص How the internet has changed the world, كيف غير الإنترنت العالم. سنقرأ النص بالإنجليزي ثم نترجمه بالعربي. It all started in 1969 when Klein, one of a professor Kleiner Rocks students in LA, tried to log in remotely to a machine in Stanford in 1990. Tim Berners-Lee and Robert Dalio introduced the World Wide Web about 26 years later. 16 million people were online and email was taking over. Today there are more than 4.5 billion users. Email, instant messaging, and video calls connect people across the globe. Social networks allow people to communicate with a large number of friends, and information is accessible to everyone. To everyone online. All you need to do is Google a few keywords, and you get numerous sites and documents. E-learning has made it possible for people to attend courses online and obtain academic and professional qualification. يعني كيف غيرت الانترنت العالم. العالم بدأ كل شيء في عام 1969 عندما حاول كلاين احد طلاب الاساتذة كلارو روك في نيويورك في لوس أنجلوس تسجيل الدخول عن بعد إلى جهاز في ستانفورد عام 1990. قدم تيم بريزنرز and روبرت داليو الويب العالمي. بعد حوالي 26 عاما كان هناك 16 مليون شخصا على الإنترنت، وكان البريد الإلكتروني هو المسيطر. واليوم هناك أكثر من 4.5 مليار مستخدم. يعمل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وكمكالمات الفيديو على توصيل الأشخاص من جميع أنحاء العالم. وتسمح الشبكات الاجتماعية للناس بالتواصل مع عدد كبير من الأصدقاء والمعلومات في متناول الجميع عبر الإنترنت. كل ما عليك فعله هو جوجل بضع كلمات رئيسية، وتحصل على عديد من المواقع والمستندات إتاحة للتعلم الإلكتروني للأشخاص، حضور الدورات أو الحصول على المؤهلات الأكاديمية والمهنية. طيب لنرى ما هو هنا. Read the text and make the chart about the important facts and the changes the internet has brought you. يعني اقرأ النص وثم اكتب بعض من الملاحظات المهمة التي تدل على حقائق ما الذي عملت على تغيير الانترنت في حياة الناس. Major change in communication، التغيير الرئيسي في المحادثة. Fact that cause or initiate changes، ما هي الحقيقة التي غيرت العالم. يعني عام 1969 Klein log in remotely to machine. فmajor changes in education، في التعليم أصبحت التعليم الإلكتروني. وmajor change in information accessible to all، يعني متاحا للجميع. وأيضا advantages الإيجابياتها إن connect people across globe communication with friends، تستطيع أن تتصل بجميع الناس في جميع أنحاء العالم وأصدقائك أيضا. وattend courses online، وتستطيع حضور الدورات المكثفة عن طريق الأونلاين. وجوجل keywords numerous sites and documents، يعني تستطيع أن تحافظ على عديد من المستندات أو الأوراق الرسمية لديك عن طريق الجوجل. disadvantages your view، يعني بمعنى رأيك ما هو ليس بإيجابيا. هنا students own ideas، ما هو يعني يكون هو فكرتك أنت. فهنا فقط restricted face to face communication، لا يوجد هناك يعني مباشرة الحوار بين الأشخاص. students own ideas no changes to meet people face to face، يعني ليس هناك فرصة بأن تقابل الناس وجها ووجه. ويصعب يعني هذا هو ممكن الحاجة السلبية لها. students own ideas، وهو يكون هنا فكرتك أنت كطالب.
مثلاً quality of information، يعني يوجد جودة في الاتصالات والمعلومات، و situation in the past the way things were، كيف كانت الظروف في الماضي في والأشياء students، يعني أيضاً يكون هنا فكرتك. فهنا too long to connect someone، كان هناك يعني في الماضي يصعب على الشخص الوصول إلى شخص معين وكان يأخذ وقتا طويلا. وأيضا هنا فكرتك physical presence was necessary، كان وجود الشخص شخصيا كان ضروريا جدا. و students own ideas أيضا يكون فكرتك هنا. ف obtaining information was time consuming، أيضا أخذ المعلومات كان جهد من الوقت ويصعب كان على في الماضي. وهنا think about an event has brought about major changes، make note in the chart about the events and the impact it has had on your country، ما هي التأثيرات الإيجابية أو السلبية التي حدثت في بلدك عن طريق عند دخول الإنترنت. What was the event، ما كانت الأحداث، تكتب هنا الأحداث. When and where did it happen، أين وأين حصلت هذه الأحداث. Did the events have a positive or negative impact on your country، يعني هل كانت هذه كلها الأحداث كانت سلبية أم إيجابية في بلدك. Use the information you put in the chart to write short discursive easy about impact on your country، أيضا اكتب نصا على ما كتبته أعلى، تكتب نصا يعني يبين ويظهر الإيجابيات والغير الإيجابيات أو عن الأحداث التي حدثت. Exchange and comment on each other's work، وثم ذلك تبادل العمل وشاركها مع زميلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.